أول تعليق من در الدرة بعد الجدل الكبير اللي أحاط بجوازة الفنانة التونسية الشهيرة من زوجها هاني سعد. كلام كتير تم تداوله بأن جوزها هاني سعد طلقها قبل ما يتجوز الفنانة درة، فهل الكلام ده فعلا حقيقي، وخاصة أن مقربين من درة قالوه عشان يدافعوا عن الفنانة التونسية اللي تردد أنها بتخطف راجل من مراته وأسرته؟ السيدة منة هشام هاشم زوجة هاني سعد زوج درة خرجت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونفت انها تكون اتطلقت من جوزها، وقالت نصا بعد فرح زوجها من درة ردا على الاشاعات: انا وهاني ما اتطلقناش. وبكده يبقى الفنانة درة فعلا هي الزوجة التانية لهاني سعد اللي متجوز اتنين والاتنين على ذمته. هل يرتدي الكابتن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر شارة الكابتن في منتخب مصر؟ كلام كتير اتردد في الفترة الأخيرة إن الكابتن محمد صلاح طلب بشكل رسمي إنه يكون كابتن منتخب مصر، وخاصة إن كل نجوم العالم المتألقين في الدوريات الأوروبية زي كريستيانو رونالدو وميسي كباتن منتخب بلادهم رغم إنهم اللي مش أقدم في المنتخب. وتردد كمان إن كابتن حسام البدري فكر إن هو يديله الشارة ويبعد عن موضوع الأقدمية، لأن كابتن صلاح مش هو الكابتن للمنتخب، هو الكابتن الخامس أو السادس كمان للمنتخب مصر. ترتيب كباتن المنتخب كالآتي: أحمد المحمدي، أحمد فتحي، عبد الله السعيد، احمد حجازي، محمد النني، ثم محمد صلاح. ولو جه الكابتن وليد سليمان يبقى هو الكابتن لمنتخب مصر حتى قبل احمد فتحي، ويقال انه قبل عبد الله السعيد، يعني هو الكابتن الثاني لمنتخب مصر بعد احمد فتحي. كابتن محمد بركات خرج وقال ان الاقدميه هي اللي هتحدد الكابتن في منتخب مصر، وبالتالي ان كابتن منتخب مصر هيكون الكابتن احمد فتحي، ومن بعده كابتن عبد الله السعيد، وفي المركز الخامس الكابتن محمد صلاح، وبعده عمر جابر. السلام عليكم. صحفي التيك توك. القصة الكاملة لحادثة قتل طفل سوداني بستة اكتوبر. النيابة المصرية قبضت على الجاني وادته حبس 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد ان اعترف بالجريمة وادل الشرطة على سلاح الجريمة. الطفل محمد ولقبه ابو سريع لسرعته الفائقة تم قتله في مسكنه من قبل صديق والده بعد طعنه اكتر من 20 طعنة في اجزاء متفرقة من جسمه، والسبب خلاف مع والد المجني عليه على مبلغ مالي قيمته 30,000 جنيه استلفه والد المجني عليه ولم يرده. فالقاتل هدد صراحة والد المجني عليه بقتل ابنائه في حالة عدم سداد المبلغ في جواب رسمي حطه له في البيت، ولما جاله البيت وملهوش قرر يرتكب جريمته وقتل محمد، وكان ينوي قتل الطفلين التانيين لكن ربنا ستر. محمد طلب من الجيران انه يلقنوه الشهادة قبل وفاته، وفعلا قالها وتوفاه الله. كل الدعم لإخواتنا السودانيين في مصر، ونطالب بالإعدام للقاتل.